من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أمس الأقوال في الشفاعة وأنواعها، وأنها قد تكون الشفاعة للنفس بالأعمال الصالحة، وقد تكون الشفاعة للغير لمن كان صالحا، لمن رضي الله عز وجل له قولا. يعني شروط الشفاعة في الآخرة أن يكون الشخص الشافع مرضي عنه ومن أهل التوحيد، رضي الله له قولا، ويكون ممن أذن له أيضا، أذن له لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعني الشفاعة لها شرطين بهذا شرطين الكلام. يوم القيامة أول شيء يكون أذن له بالشفاعة، ثاني شيء رضي له قولا، يعني ورضا القول لا يكون إلا لأهل التوحيد. فطبعا ولذلك الملائكة الكرام طبعا هم كرام، وكما قال الله عباد مكرمون، قال الله وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا، هذه شروط الشفاعة للغير، وهي نفسها شروط الشفاعة للنفس من بعد أن يأذن. ذكرنا أمس أن الشفاعة تكون بالإذن لك في العبادة، ويكون أيضا بالرضا منك، أذن لك ورضي منك. قد يأذن لك ولا يرضى منك، ولكن لا يمكن أن يرضى منك إلا بعد أن يأذن لك. فهمت؟ قد يأذن لك الله أن تصلي لكن لا يرضى صلاتك، قد يأذن لك تصوم لكن لا يقبل صيامك، إنما يتقبل الله من المتقين. قد لكن يوم القيامة أيضا يأذن للشافع ولا يأذن إلا لمن رضي له. في الدنيا قد يأذن للمصلي فيصلي ولا يرضى صلاته، في الدنيا قد يأذن لأي عامل يعمل ولا يقبل عمله، إنما يتقبل الله من المتقين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عرفت؟ وأيضا كما قال أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء ما كسبوا. فهذا الإذن والرضا، ولذلك رضا الله عز وجل غاية، وسهل جدا، سهل جدا الحصول عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله هذه إذا أذن الله لك أن تنطق بها ورضيها منك خلاص أصبحت من المؤذن لهم والمرضي عنهم، ولهذا هي عبادة الكون كله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يوم القيامة طبعا الناس أنواع في باب الشفاعة، أعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من أذن له وأعظم من رضي له قولا عليه الصلاة والسلام. فآدم يشفع الناس إليه يقول لا لم يؤذن له، نفسي نفسي، إبراهيم موسى عيسى إلى آخره حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، هذا استئذان. قال فيفتح علي ربي باب المحامد، باب المحامد يدل على أن الحمد هو طريق الإذن. يا سلام. ثم بعد ذلك يقول الله له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فتأتي الشفاعة الكبرى فيشفع صلى الله عليه وسلم أولا في أمته، ثم يشفع في الناس، عفوا يشفع الناس عموما لفصل القضاء بينهم، ثم يشفع في أمته خصوصا، ثم تتوالى بعد ذلك الشفاعات كل على حسب قدره، الأنبياء، الرسل، العلماء، الشهداء، وهكذا، حتى الجار يشفع في جاره، حتى الصاحب يشفع في صاحبه. ولذلك قال خلاه يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا متقون، هناك تحصل الشفاعة، حتى الزوج في زوجته والزوجة في زوجها والابن في أبيه وأمه، وحتى السقط الذي سقط يشفع في والديه، يقول لن يدخل الجنة إلا بعد والده، وقد يكون استحق النار إن صبر. فهذه الشفاعات لا تقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.